توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وأيضا الذهنية يوم السبت الفائزين بلقب بطولة شتاء الرياض للبلوت، واللي جرت تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه وأيضا برعاية من الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية في واجهة الرياض بالعاصمة. وشهدت الجولة الأخيرة البطولة تغطية إعلامية واسعة، حيث تم تخصيص 7 كاميرات لطاولة اللعب النهائي لرصد تفاعل اللاعبين وأخذ لقطات من ردات فعلهم، إضافة إلى توثيق المباراة مباشرة. يذكر أن عدد المشاركين في بطولة شتاء الرياض للبلوت بلغ 16384 لاعب تنافسوا على الجائزة التي بلغت قيمتها 2 مليون ريال. خلونا ما تغلب العشرات كود من الإكك، ولا تغلب الباشات كود من الحكم. بعد وصولهم إلى المرحلة الختامية من بطولة شتاء الرياض للبلوت، سعود وفهد كان التحدي والتنافس والحماس أبرز سماتهم للحصول على المركز الأول، حيث شكلوا فريقا منذ 6 سنوات. طبعا أول جولة اللي هي تفوز تلعب على الأول والثاني، هي صراحة اليوم أصعب شيء صار علي صراحة، لأن الرجال 49 برا، إحنا 10 برا، ووزع أبو مشعل واللعب ما هو على يده، وذكروا 50 وكبتنا أعلام وقام، والحمد لله رب العالمين. البطولة التي تقام للمرة الثالثة في تاريخها تقيمها الهيئة العامة للترفيه بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية. تعتبر لعبة البلوت الأكثر شعبية في أوساط المجتمع الخليجي والسعودي على وجه الخصوص. سعود بن بجاد لقناة الإخبارية الرياض.